فتح 22 علبه بلا ما نعرفين. هو صراع دائم منذ بدايه الحصه الى غايه نهايتها مع لو بونكي. اوني بيان داكور سي كلير سي بريسي، وحنا نتمنى لكم حظ سعيد من الان. الحصه هذه من بدايتها نهايتها هي الاخرى راهي تحت الكابيتان دبور، حنا رانا غير نتبعوا برك. استاذ خيدير واش راك لاباس؟ مساء الخير. مساء النور. واش راك صافا لاباس؟ الحمد لله. نعاود نذكروا بان المبالغ الماليه اللي موزعه في العلب حنا اللي قمنا بتوزيعها، وحنا اللي قمنا بغلق العلب هذه، وعندنا نسخه وثيقه تحمل كامل الارقام المبالغ والارقام العلب محفوظه عندنا هنايا داخل ظرف مختوم وفيه الدمغه تاعنا. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك. ومحضر قضائي اخر متواجد في قاعه البث تاع قناه الشروق، بحيث هو اللي راهو ياخذ اسم تاع لو غانيون تاع الاس ام اس، باش تكونوا متفاهمين. هاي بون كوراج. اورديناتور شكون نستقبلوا؟ شكون نوفو فوني اليوم؟ اهلا الاخت سيهام، واش راكي؟ صافا لاباس؟ كاستينغ برج بوريليج. ها يا سيدي، ها برج بوريليج لاول مره، الولايه تاع برج بوريليج. الاخت سيهام واش ديري انت يا الاخت سيهام؟ انا متحصل على شهاده ليسونس اعلام واتصال، حاليا نو شوماج. الله يبارك، صافي بليزير غير في بلادنا هذه. باك متحصله على دكتور ديتا بصح في الدار، متحصله لي ليسونس بصح مسكينه وشوماج. ان شاء الله يا سيدي تلقى فيها منصب ان شاء الله. سهام انت عندك شرفنا اليوم، باش ديري عمليه ستوب الاورديناتور باش نعرفوا شكون راح يلعب معنا. ممكن تكوني انت، تفضل اورديناتور. انت لقيت ما بغيت، وسهام قولي ستوب وقت ما بغيت. ستوب. رقم 9 سفيان من العاصمة. ها يا سيدي، ها يا ها يا ها يا سيدي، ها ها يا سيدي، ها ها. سيهام والأخت طارق رقم سفيان، حنا نتعرفوا عليه الصورة والصوت، تبعوا معنا هذا الفيديو. أنا بعد مرشحنا اليوم من عشاق اليسمى، جانا من ولاية العاصمة ميزي سوفيان، 26 سنة، اختصاصي صناعة الحلويات. حلم حياته أن يزور السعودية ويفتح محل صنع حلويات خاص به. ما عندوش أغنية يحبها، الطبق اللي يحبه سوفيان هو الشخشوخة، يحب اللون الأزرق، يلبس كلش، وأكثر حاجة يحبها في الجزائر هي كثرة المساجد. سفيان من العاصمة 26 سنة، حبيبنا فاتيسي عرفنا عليه في عدة حصص، اليوم اونفان جا لدالتك رقم 9. انا كان طول شوية حسيت بصح ماركيت باللي دوكا كانت ساسية لي دور قدامها، دوك حسين لي دور قدامه يخرج. الله العظيم غير عندك ولا حيخرج. سي طاح لنا عن باله، هو بدات عندنا هو الناف، نساب لي هو مش الناف. حبيبنا الاخر اللي لعب معنا من اتحاد العاصمة ياس مانتا الاخر 25 مليون 26 مليون. سقم روحك خويا، وقريب لي ميسون راحت هكذا يا مي 26 مليون 26 مليون بدات صاحي خويا. حنا تبنا ان شاء الله اليوم تدي مبلغ. الاخت سيام لعلنا بالبارح داتنا 100 مليون، انت ان شاء الله تدينا 400 مليون 500 مليون مليار. ما عنديش لا خلاص مليار صح. ها يا سيدي حط سعيد من 500 الى غايه 500 مليون. شكارا سيمان هادي. شكارا سيمان، شوفوا قرعة البن بالجمعه عطناش. واش نحكي لك؟ افيك ان بول دو لوبيا وصحن تاع سردين تروح ديركس. سي بون سي بون بيان. حنا هادو خرجوا من بريمير سيري، اول سلسله هي تاع ست علب. حنا شفت ولاحظت بلي ليميسيون تاع البارح مالو اختصاصيه، اللي يخرج سالك من بريمير سيري يبان له شويه اللعب، يبان له شويه، ما يبانلوش كلش، ما يبان له شويه. هي خرجت من بريمير سيري صابا، دونك بان لها شويه اللعب، ومالوروزمون كانت في العلبه تاعها 400 مليون. هي خدات العرض تاع البنك 100 مليون، وكانت ممكن تاخذ لا 23 بوات، زادت ما ريسكاتش كانت قادر تولي 200 مليون. مي بون سي لو هازار، راني بيان داكور. كسوسو ربي معك، السلام عليكم. ابدا علي افتح لي دوكا السته. حسين قلت لك نبدا بك الاخ حسين، نبدا بحسين. نبدا بك هاي لا رقم 10 الاخ حسين، اول علبه في السلسله تاع السته تاخذ. ايوا صحيت.
امين تواعنا امين. راح سيدي نيميرو لي خير لي نيميرو لي خير لي شيهام شيهام ها يا سيدي شيهام ماتتنا من البرج قالت لي ليسونس تعاودي فكري لي برك ليسونس فاش اعلام واتصال الله يبارك الله يبارك الله يبارك جورناليست ماري الله يبارك الله يبارك شيهام تفضلي العلبه تاعك باشا يا مليحه نكملوها في الصحافة خادر شكون؟ عمي خادر ها وي نكملوا في الصحافة نكملوا في عالم الصحافة نروحوا ليه بالعباس رقم 16 الأستاذ خادر رقم 16 تفضل ها يا سيدي لا بالميزون بلاق على البواطة اها خير تبارك هذا على بالك صحيت اي ان اي دو اي تخوا اوي مليحة يسلولي قولك جود بوايت فهاد لاسيت حمزة حمزة وين راه حمزة 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 لا 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 معليش لا بريمير ايطاب لا بريمير ايطاب نهضرو معاه معليش اه يا خلاص يا طبعا حمزة والله غير توحشتك عندي قرار ما حكيتش اما كان يشوفك كل يوم بصح عندي ما هضرتش معاك حتى انا اخو صافا شوية كيبان الامور لاباس راك تعيط للدار اه بيان سير سي نورمال سي بون ما نعرف كيفاه كذبت عليهم وجيتنا يا خويا كيفاه كذبت قلت لهم اللي صاحبي انا ريفيز انا ريفيز حتى انا ريفيز سبحان الله العظيم انا ريفيز اه يا بابا ان شاء الله فيها خير ان شاء الله هذا كي كنت الهضره هكذا 500 عليك 500 عليك خصك ما تفتحنا امين لازم نفتحوا خالد لازم نفتحوا خالد لازم صحاب كيف كيف نورمال صباح خالد صباح الحمد لله الحمد لله الحمد لله شيخ 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 غير بالعقل برك افتح ما تخافش واش جات معليش افتح 2 3 معليش مليحه مليحه راك على بالك شي ما يخفالكش صديقي انه بليده عباك الماتيريال خشين الماتيريال بليده معروفين يعني ها حنوني شوف خويا يطلع لك غير سي لوجيك سي لوجيك مي بون خالد بيني وبينك مليح ماشي السيره الاولى مليح مليحه مليحه نهضروا مع حبيبنا خذ راحتك مساء الخير شكون نتوما لاباس والله واش نقول لك هاي والله حاضر حاضر ها يا سيدي ما قلناش نكتبها بستيلو خاطر هو عنده واحد لي مونطون قول لي سوسو اول اتصال تاع البنك اختار عليك مبلغ مالي او عرض عليك وخلق لك مسيمها لك ومسومها لك بجوج ملايين و100 انت ما عرفكش واش فيها هو على بالو واش فيها تارك حليت سيري شابه حنونه فور دوك تتكمل انا كملنا كي تكمل باقي لك 3 بواط باش تكون على بالك هذا ماك في لا بروميير ايطاب ما نروحوا لابيد مليحه؟ مليحه جامي واحد دا في بروميير سيري باين بلي والله لا يبداو بيا والله العظيم انا آه الاخ سفيان من العاصمه يرفض عرض البنك ب 21000 دينار جزائري ويواصل اللعب وبالتالي يخلي ويتواصل معنا وانتم تواصلوا معنا في 06 تبعثوا لنا رساله قصيره باش تاخذوا نصف المبلغ اللي ممكن يكون في العلبه تاع الاخ سفيان منا الى غايه نهايه الحصه تاعنا ها يا سفيان 3 بوان نروح نشوفوا عبد الرزاق من مشريه عبد الرزاق من مشريه رقم 22 الاخ عبد الرزاق عليكم السلام خويا سفيان العلبه تاع عبد الرزاق تقول شكرا ايمان من اروع ما يكون بيبي هاي تو كاميرا راح نزارو جاي صعب لي بوات
تقدر يصعبوا لي بابا تقدر يصعبوا لي نحيت لي شكاره سليمان ونحيت لنا خلع البن رانا فور هاي هاي لا هاي يا بابا هاي ربحه ربحه مربوحه ان شاء الله من بجايه اخت ربحه مساء الخير ليغا هاي ربحه هاي اي 1 اي 2 اي 3 يس هاي سوسو هاي هاي سوسو شوفنا عمي قمر الزمن بلا ما يغني شكون فيهم قمر الزمن عمي قمر الزمن بلا ما تغني قمر الزمن اباك قتلتو بالعقل فارن ويليام صعيط لي دوك في التليفون قال لي واش بيه تسيد واش راه قمر الزمن والله غير الحمد لله يا لاباس الحمد لله اش ما تقولش يعني سيدك بالصحة الله يسلمك صبا صعب شباك ما انت كيقولوا لي روح القمر زمان لازم نحبس الغناء نهضروا كيف وما نجوا رايحين نورمال نورمال ما تنسيش تا في الخدمه قلت لي خدم اطار في اوبيتال في الباراميديكال صحيت في الباراميديكال عباك في ورقله وش هما نقولوا جينيرالمون لي مالادي اللي يقدروا يجوا بزاف مثلا فونت صاب لي زازماتيك مساكن يعانيوا مازال اكزومبل يعني فونت صاب لي زازماتيك بون لا بيريود نتاع السخانه يجوا لي بيكور دو سكوربيون لي بيكور دو سكوربيون لي بيرسون اجي الناس مسنين يعاني شويه بيرسون اجي ولي بيبي ثانيك سكوربيون اي وي صح باسكو كاين دي زون كاع مازال دي زون هكذا لازم دون ميديا تعطيهم اه وي لازم اه كاش ما خلاص وانت كش ما صارت لك بروبليم سكوربيون ولا لا 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 انا الحمد لله الحمد لله سقسي خبرك انا يعني باب الخير شايف سكوربيون عاد قمر الزمان ما كاش منها ما جاش بكاش من القمر يحك القمر يعاود يولي ايوا ما يقدرش يطلع وين يطلع القمر واش باه ما عرفش ولا هاي سفيان بون شانس ان شاء الله خفيفه تفضل خويا سفيان بون شانس معليش مليح سو سو سي نورمال كنا نحكوا عليه سكوربيون سي نورمال جاب ما غناش سكوربيون ب 400 يشفع لي انفي ما غنيناش هضرنا سكوربيون هضرنا برك هضرنا برك هضرنا برك ما تقولوا لا حلينا تروا بواط كش يجوز الوقت تم تما قال لك حساب 400 مليون عرف بلي سكوربيون هو اللي بداته قرص ومات قال نعطيك العرض دوكا ولا خليك تخمم ولا ما خليكش تخمم وندير لا بي باش من بعد نخمم باش من بعد تخمم باش من بعد نخمم نعطيك مولا بي هاي خلوها مولا هاي نتلاقاو بكم انتم بعد الفاصل اذا سمحتم تواصلوا معنا بعثوا لنا رساله قصيره نتواصل في 06 رقصوا في من العاصمه راه حل لحد الان 9 لب صبا لاباس لاباس ثاني اتصال تاع البنك اقترح عليه شوفوا معايا هذه بعد هذا مرحبا بكم على في الجزء الثاني تعدي ولا خلي اللي صارت لنا اليوم على القناه شروق تي في الاخ سفيان من العاصمه هو اللي مر بالمرحله الاولى تاع اوفرتور دو سي بواط لاطر الدوزيام سيري السلسله الثانيه بالنسبه لفتح الثلث علب قام بها خسرنا وضيعنا من خلال كامل التسع العلب لحد الان مبلغين محترمين جدا انه مبلغ 400 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم اليس كذلك سوسو ومباشره بعد هذا عرفنا بلي ثاني حليت دي بواط محترمين من القائمه اللي احنا ما نحبوهاش كامل وما تحبهاش حتى ثاني ثاني كتيبه ثاني اتصال تاع البنك قال لك نقعد انا في المبلغ تاعي جملين و100 زوج ملايين نعاود نقولها لك زوج ملايين و100 هذه دارها انا مع ساسيه كيف كيف عطانا 22 مليون دو فوا نخلوا ان شاء الله ادي ولا تخلي نخلي 1 2 3 الاخ يخلي يخلي انتم ما تاني ما تخيلوش وقعدوا معنا وتابعوا الحصه منا لغايه نهايتها وبعثوا لنا رساله قصيره 60 06 باش تدرس بالمبلغ اللي ممكن نلقاوه في العلبه تاع الاخ سفيان منا لغايه نهايه الحصه تاعنا سوسو تدعوا له هاي راه سيليا 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 تيجي وزو رقم 3 لوغ سيليا رقم 3 لوكسيليا ياس رونالدو زكريا نروحوا رقم 19 سيبارتي مدريد انا لازم نجيبه 19 الاخ زكريا من قسنطينه وينما اليوم راهو رقم 19 زكريا من قسنطينه
خفيفة لا تخيلة زاكي. هو كي خمم هكذا بلي تخيلة. مليحة علاش هاك تروتري؟ مليحة 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 هايلة ولا غير هايلة ولا غير مليحة. هادي راهي ميم با بريما ميم با بريما تاع ماتش هاي نورمال هاي 10 مليون هاي 10 مليون زيد لنا وحدة هاتي وحدة زيد لنا وحدة زيد لنا وحدة نعاودو ندورو للزروقة ما نقولوش لا لا شوفوا شهرزاد نروحو لشهرزاد رقم 15 صافا شهرزاد مليحة الحمد لله خفيفة ولا ثقيلة؟ خفيفة إن شاء الله خفيفة؟ خفيفة؟ إن شاء الله يا خفيفة فيفا 50 ألف بايس 500 دينار صحيتي تاراتك بريميا تيرت صحة دحو صحة ويا وقيلة تطلع عورة إن شاء الله اصبر خمسة في عينك سنها خمسة في عينك خلوا لك خلوا ثلاثة غير من خمسة في عينك غير الخير شفتوا كل ما تشوف ايش كيفاش تبدا كيفاش تخلص يعطيك الصحة ايوه نعم يا خويا يا سلام تخدم مونوبري انت يخدم مونوبري انا شكيت بالصرف يخدم مونوبري استغل هادي ما تلقاهاش هادي على الباتيسري ما تلقاهاش الاخ سفيان ثالث اتصال تاع البنك يعطيك عرض مالي الاخ سفيان البنك يخترع عليك مبلغ هسه باش ما نبحروش هذا نكتبوه هنا 99999 10 ملايين 1000 دينار تولي 10 ملايين 99999 دينار اها اشرب ميه نزيد لك الماء لا لا شربت مازال مازال بصح تشرب شيخ لا 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 تشرب شيخ مش عارف اكثر مني نهضر انا 99000 بلاقل 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 ما تديليش انا كيما البارح كنا نهضروا مع الاساسيه هي الكور تاعها كان هنا بصح هي مخها كان اير دونك بعقلك اون سو كونسونتر على بالي بلي لا لا مبلغ مليح وعلى بالي بلي بقى لا لا انا نحدد لك راه فال انا خدمتي نعاود نقول لك برك ما قلتلكش انا تدي ولا تخلي حبيت برك معليش نعاودوا نتفكروا على بالنا بلي بقات 500 300 200 10 مليون قولوا لا لا على بالنا بصح انت عاود دخل على في مخك بك وخلاص هذا ما كان صح ما طولوهاش رابحين ايه انا رابحينهم في اليوم باينه خلي ولا خلي خلي وواصل اسيدي تعطوك لي واحد ايوه تبرد ما تعطوا نتوما تواصلوا معنا برساله قصيره لو 66 06 باش تعطوا نصف المبلغ اللي ممكن يكون هنا في العلبه تاع الاخ سفيان اللي رقم تاعي حتى الان منا لهذه افتح لي تدعو له هاي ثلاثه مريم مريومه ولايه مستغانم رقم 12 الاخت مريومه رقم 12 رقم 12 رقم 12 رقم 12 رقم 12 هاي يا بابا معليش ما جابش ما يصلح مورا 50 وقيلا بدي دخلنا لوطوروت اصلا دقيقه راح ندخلوا في لوطوروت صاحبك في لوطوروت تقدر تمشي 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 باش ما تبحرش كاين ديفياسيون اخرج نقدر واحد اللي بقاو عليه الله اللي بقاو عليه قالوا لك 3 بواط لي شويه الاخرين من اضعف علبه هي 2500 والاخ البنك اقترح عليك 99999 10 ملايين هاي روح بابا نروحوا لعلي علي حبيبنا من الميليا رقم 10 ما كانش حبه علي بصح الله غالي علي على كل حال حقا من داك يحكم لي هكذا في الاستوديو يقول لي ماذا بيا ما يجيش يقولوا لي انا علاه عنده غير تاقيل خويا بي 21 تاقيل يخدم غير لي اركول بي 21 ودا علي له مره في حياتك رمي علينا 500 500 سيدي ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب سينو مرحبا بها 500 جي سلم لك على راسك اك بعيد سلم عليه في بلاصتي سلم عليه في بلاصتي سلم عليه في بلاصتي على بالك سيرار ويجبد 500 والله تحيا غير تصوروا
اشترار وليت في التسمية. غير صوروا هذا، غير صوروا. زيد لي زوج. واحدة زيدوا لي واحدة، أنا غلط. واحدة زيد واحدة، أنا غلط، أنا ميتك تنسى. أنا فليت، كنت أنا فليت يعني. شكون؟ شكون شكون شكون؟ نحو خولة، الله غير نحو خولة. والله غير نحو خولة فاتي. بريخة خولة. والله نحوها، نحوها من قريب. نحوها من الحساب. إيه. بخير. بخير خولة. بونشور. بونشور، أصلا خولة ما تقلقيش برك. لا قلبك. شنو أنت؟ أنا خايفة. طاكي. دخل في حساباتك خدام، خدام خويا خدام. الله 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 الله. حبيبنا سفيان، بعد ما حلينا السلسلة مليح محترمة تاع تالت علم، الأخ البنكي صديق البرنامج اللي راه يتصارع مع المتنافس منظنا اليوم تا هو سفيان، أعطاك مبلغ 180 ألف دينار جزائري، 18 مليون. القراءة اللي نقدروا نديروها، تقدر تقول شغل دوبلاها، شغل دوبلاها، قريب دوبلاها. كار اللعب، نحاول منا. حيت، قاتلك أنت 1000 فرانك، بصح 18 مليون تاعو. كان 4 بوات فوقها، وكان 3 بوات تحتها. صح؟ صح. هذا ما كان. 18 مليون دراهم، بصح خويا. باقي لنا 200 300 500 25 مليون، مشنو ماذا بينا كان تحل انت سيري دو تروا، ولا قدر الله حليت 200 300 500 تقدر تصرا كي تولي تشوف 25 تقدر حليت 1000 فراك 2 مليون و 5 ملايين. هذيك واعره، دخلنا في الواعر، دخلنا في لوطوروت تاع الالمان تاع 6 سي فوا. انا ملاح. هاي يا سيدي أدي ولا خلي 1 2 3 خلي الأخ سفيان يخلي العرض اللي قدموا له البنك ب 180 ألف دينار جزائري، راح يفتح دوكا سلسلة تاع تلت علم، وأنتم تواصلوا معنا بعثوا لنا رسالة قصيرة ل 7306 06016 وتسدوا نصف المبلغ اللي ممكن نلقاوه في العلبة تاع الأخ سفيان منا لغاية نهاية الحصة تاعنا. هاي يا سوسو يا راجل الأخر ثلاثة بدا بك ثلاثة ما تمشيناش هذوك تاع التاح، هذوك ثلاثة واعرين على الثلاثة الآخرين، هذوما الثلاثة الواعرين. صح صح. يا سيدي أنا كمان بقى وسام قمر زمان، وسام كي دخلنا قالت لي كان خصك تخرج ما تعرفش. حبيبنا لطفي طبيب، حبيبنا مهدي في زيدار، وحبيبنا حسن هذا واش كاين؟ كيف؟ تحت حد تما النص محل ميميرو اللي ما كنت قاعد حاب النمر. شكون؟ اللي ما كنت قاعد حاب نحلو لطفي. على ما كنت حاب؟ هكذاك من الاول قلت ما نحلوش لطفي ومن بعد صاي مالك قال لك ما دي جي قال لك انا مانيش حاب نحل لابواط، دقيقه نسكتو نفهمو، حاب تشوف الموسيقى. لطفي علاش قال لك مانيش حاب نفتحها؟ ما فهمش. ما يخافوش. بورتون حبيبنا لطفي ناس ملاح. لا لا ناس ملاح هو. برك شغل يخدرش يخرج لنا 500 امبوسيبل، هو كان زعما يخرج لنا دوك 500 يا قد راهو يديرها نوضو انا وياك بالكراسه ندورو عليه. نوضي ما تقولش يخرج 500 عليك ما تخلعنيش. فيها خير ان شاء الله، ان شاء الله نوصل نحن البيبلي كاع راح ينوض. صح نوضي ما تخلعنيش خويا. فيها خير خويا سفيان يستاهل ان شاء الله. ان شاء الله يسترك. افتح دكتور تشوف بونسوار. ناس ملاح دكتور، انا نقول لكم ناس ملاح. دكتور
هذيك هي اللي ما فيش عندها كاع. جيب الكراسي جيب تاع برا. واش خويا؟ معليش واش ما درنا لها ما خليش 25 مليون. هاي يا سيدي. واش نكملوا؟ هاي يا سيدي. خلي لي 200 و300 سوسو. ان شاء الله. لازم تحل دو بواط. دو بواط سيغ سيغ 6. سيغ 6 لازم يكونوا في الكوطا اللي انا حابينه احنا. هذه الله ماشي حسابات انا نفتحوا برك انا نفتحوا برك انا نفتحوا مع لطفي مكان والله ما على بالنا كاع هو ما على بالوش حنا ما على بالناش نفتحوا برك. قمر زمان؟ والله العظيم ما على بالي حتى شفت هذا الفيلم. قمر زمان نيميرو كا نيميرو 6 نيميرو 6 نيميرو 6 لوخ قمر زمان هاي يا سيدي. 250 000 250 000 خير بيناتنا ما توشيش الحموره برك. لا خير ما توشيش الحموره راح بجسم زيد لي وحده زيد لي وحده زيد لي وحده اخويا اوموا 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 في الوحده هذه 5 ملايين 1000 فرانك 2 مليون ودمي نحي امنا نحي لا وحده من هذوما علاه عباك علاه مش كي عيطت تكون شويه تكون فصلوا وداني ابل عطاك 18 مليون اوموا تعرف كيفاش تنيغوسي معاه. ها يا روح الاخ مهدي اخ حسن الاخت اسماء الاخت وسام اربعه كات بواط ملي كات بواط لازم تخير وحده وحده 80 ان شاء الله نيفيتي ولي مونطون كبار وحده ماذا بك هذوك ثلاثه كاع قيسهم وي بعقلك فيستي نازر ها والله نحلو وسام وسام؟ اه ها روح كورات احنا ما دابينا كنطيحوا في الفراك 2 مليون 5 ملايين لا شتات 5 ملايين لا شتات 5 ملايين او تاعكم تمشي هذا العاده هذه تاع لي كوندي ضايع غلط تتحل ويغلط سيدان انت تشوف دقيقه سيدان نعطيك تشوف يلا نعطيك تشوف حبيتي تشوفي قلت لك قلت لك لا غالب هذاك باللي كان زعما حليت كاع لي بواط وطحنا 25 ميل ولا 50 ميل ولا 1000 فرانك هذاك يواكي ودوكا ويعيط اه فرحان لا لا عطاك 18 راح ينقص يكون راح يطلع لك اوفيسيال لا لا ما فهمتنيش شنو قلت كنحلينا احنا 25 ميل 50 ميل 1000 فرانك يكون رانا فتنا 30 مليون يبقاو 200 30 لا شايف كيفاش؟ نعم انا ما فهمتش هذا وي بي بي ولا عندنا بروبليم زيدتي ما عندي دوكا بقاو لنا مبلغ تاع 200 مليون سنتيم مبلغ تاع 25000 دينار تاع 50000 دينار مبلغ تاع 1000 فرانك يا تولك شنو حيكون العرض تاع البنك؟ الو نعم اكت بي بي الله يعيب عليك يا خو شي ظهر الوعرة كاع واقع غير الألفة أبابا وش جابني الأخ سفيان في المرحلة هذه أنا نفضل باش انا هو نعطيك العرض تاع البنك ومن بعد نخليك تخمم باش نروح لومضاي شهريه معليش خير باسكو فيها تخميمه هذه فيها تخميمه كما لازم الحال البنك الاخ سفيان يقترح عليك تغيير العلبه نروحوا الفاصل نروحوا الفاصل نروحوا نجروا نروحوا نروحوا لايطون الفاصل الراحه الراحه اذا انتم تواصلوا معنا وبعثوا لنا رساله قصيره 66 06 باش تدوا نصف المبلغ ممكن يتحصل عليه الاخ سفيان نتلاقاو بكم بعد هذا خلونا نعطيو تخميمه هي بتاعتي ولا خلي لي صهرتنا رفقة الاخ سفيان من العاصمة مناصر اتحاد العاصمة في ان واحد عامنا ان شاء الله والاخ سفيان نهار اليوم كان مر مرحلة صعبة ودوك رانا بقوناه 4 علم
في ربع ولف كان واحدة محترمة طوب هي 200 مليون والخلين متواضعين 50,000 25,000 والأخيرة اللي هي بعشرة دينار. تلقيت عدة عروض. أكبر عرض مالي كان ب 180,000 دينار جزائري. كل عروض ترفضهم 99 مقبل 99 وكذا. وتواصل وكان منطقي حيث كان باقي لك وشنو؟ لي 3 ديانيير بات كيف تحتهم قلبوا كاع من الماتش، الماتش كاع تقلب. دوكا هذاك البونكي تاعنا انسان يحب يلعب على الاعصاب تاع الانسان، يحب يلعب على الاعصاب باش يزيد يخليك فوق الاعصاب. قال لك دوكا انا ما نعطيكش دراهم. هاكا نشوف تبدل ولا ما تبدلش. هذه الحكايه. هذه الحكايه. بالك 200 مليون هنا. بالك 200 مليون راهي عند اسماء. بالك راهي عند حسن، بالك راهي عند مهدي. بالك صافي دير مام كي تجي تبدل قول لي باش نبدل. كوم تانيك انا نحب نبدل مي بصح مام كانت تحب تبدل. وين راك حاب تبدل؟ هضر مع روحك، هذه الهضره اللي نحسب انا نديك لي انا ومخك. عباك اش ما راحش نبدل، علاه ما راحش نبدل؟ خاطر شغل واش كاين اختيارات اللي بقاو افار ال 200 اللي بقاو لك 5 ملايين 25,000 دينار و1000 فرانك، اوكي. تسمى على جال هذوك ثلاثه ما نقدرش، لازم تخليها هذه. واش كتب لها ربي هذيك هي؟ 1 2 3 يخلي الاخ سفيان من العاصمه يخلي العرض على البنك، يطلب منه تغيير العلبه ويوصل. لازم نفتحوا دوكا دو بواط هكذا، وانتم تراسلوا واتصلوا معنا في 6606 66016 باش تدوا نصف المبلغ اللي ممكن نلقاوه في العلبه تاع الاخ سفيان منا الى غايه نهايه الحصه. تفضل اسمع نروح عند اسمع باش نفروا لافير. نفروا لافير. نفروا لافير. دوك مادام ما بدلناش على اسمع باش نفروا لافير، باقي دو بواط. حنا مادا بينا دوكا اسمع كنفتحوا لابواط نلقاو 25,000 دينار. روعة. 5 ملايين روعة. 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 راني داكور. الاخرين لا. تبان لك. ايه. انت راح تحل دو بواط هنا ماشي ان بواط. صحيح. ان شاء الله نلقاو 1000 فرانك. بارك الله فيك. جار في الحومة في السيكتور. نسكنوا في حومة. يا حي. ان شاء الله يربح عليك. بيت حومة. ان شاء الله. ان شاء الله. ها يا سيدي. شوف صغيرة برك. واش الحومة كيفها؟ حومة ديجا الحومة واش؟ اي صافا. لا الحومة واش محومة بزاف؟ باجراح. باجراح. باجراح سيكتور واحد ليبي باجراح بصح لا احنا انا لي بالمي بصح باجراح لي اسمه كل واحد فيه صارف صارف والناد مساكن ما ياكلوش الخبز معاكم كاين لا 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 هنا اما راحوا قولوا له بلي باجراح ولي اسمه من اسم ملاحه بعد كاتا بدمل مليحه زيد لي واحده شديما زيد لي وحده زيد لي وحده خاو تسعوا لك ما نقيسوش ال 200 برك ما نقيسوش ال 200 برك يا 17 يا 13 مهدي يا حسن يا مهدي مهدي عند مهدي مهدي خليها مهدي جبت شو هكذا ايه زهر ما عندك ما دير مهدي زهر مهدي كيما قلت لي اسماء زهر زهر ما راش افتح صديقي افتح سي مهدي خرج له البوم قال لك مهدي خلاص دار له البوم اسمع كوبي وقع كوبي وقع بصح وشنو انا عندي لا فورس كي كوبي نقاردي لو ميم فيزاج راح يدخل على قمر انتم عندكم لا فورس زعما كان تلقاو مبلغ شباب يضحك مبلغ غير تقول لك وين راهو هذا وين مهمي تخبى حاضر حبيبي قول لي نعطيك ما تعذبش خو روح شوف معايا شوف معايا اولا ناس ملاح دينزل واشنطن تاع ميت ربك والله الناس ملاح مبروك عليك بابا يا راه يا 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 عباك لا يا لا يا احمد وحشي راس بيضا يا
وي وي ساكن سوجي دي. هلا عيط ديجا لا عيط عندك وجه عيط ورفد التليفون وفورميت وكذا لي زينيتي عليك هادو على بالك ايزي وي اكل سوجي نعم وي واش خصك المفيد شكرا الله العظيم وغير هو يدير درع الله العظيم غير هو يدير درع ما يديرش درع في بعض الاحيان لازم انت تكون تمشي معاه اسمع هذه فيها تخميمه ما كاش لابيب صح خلاصولي الله يرسل شوف لنا واحد اخر ما كاش ما عنديش ما عنديش تحب انا ودحي ودوك نجي ندير وجه لابيب هكذا تاع لوم ولا هذه هي خلاصونا شوف اصاحبي سيريو شو شو اون سكونسون داكور باقينا دو بواط وانا بلا ما ناثر عليك رغم انا ما نعرفش شنو داخل البواط بصح تالمو نحب انسان شايف يكون فرحان لو مونطون هذا في قراءة و جو بونس ما زيدش كاع نسقسيه حسين شوف يداه كان نعطي له المونطون يفهمها في السما شوف نقول لك غير حاجة واحدة البونكي ما تامنوش هذا واش نقول خويا البنك اخ سفيان خلاص دوك لبس الماسك ما تعرف لي ما نعرف البنك يقترح عليك في هذا الاتصال مبلغ 600 الف دينار جزائري 60 مليون 60 مليون ما تقلقش يعرف يلعب يعرف يلعب يعرف ثاني كي مثلك مبلغ تقرا واحد القرايه ومع الاخر ما كاش هذيك القرايه تقدر تكون ما ديك القرايه وتقدر تكون دونك وشنو انا حبيت برك نقولها لك ودبر راسك مع راسك ما كان حتى علاقه بين 60 مليون و 1000 فرانك وما كاش علاقه بين 60 مليون و 200 مليون ما كاش علاقه هو يلعب في ليتشا يساوم كيما يحب ويساوم كيما يحب هو الات لا لا هو دير في بالك حاجه سفيان دائما البنك يعطيك مبلغ واقتراح باش يبعث لك رساله اللي حب يعطيها لك دخلها في مخك هو مش يخمم دوك لا ريبونس تاعك هو يخمم يقول باش يفهمني هكذا هذه هي لو بوت تاعك دونك في بعض الاحيان سي كوم لو سي ان جو سي ان سي اي بو بلوفي كوم اي بو دير فري سي سا لا فورس تاعو وتوجور هو عنده افونتاج علينا انا وياك وعلينا كاع خاطرش هو غير هو على باله بصح حنا واش نديرو حنا جينا نلعبو وكي جينا نلعبو نقدروا نربحوا نقدروا نخسروا ونقدروا نكونوا ناس عقلانيين ونقدروا نكونوا ناس هبال نقدروا نربحوا نقدروا ما نربحوش الاخ سالم كان انسان هبال بالعاصمه اللي يسمى دا 26 مليون بصح بيناتنا راح الهبال تاع الهبال صح والاخت ساسيه من عنابه خدمت بالعقلانيه شي با سي سي شاك ايميسيون كيفاش يمشي معك هو دو كيفهم عقليتك يشوف هكذا يقول لك انا نعطيك هذا المبلغ باش يبعث لك رساله 60 مليون ولا 1000 فرانك ولا 200 مليون شوف انت مو باينه شيخ خمم بعقلك انت الوحيد اللي تاخذ القرار على البركه لا غالب لا غالب الأخ سفيان يدي مبلغ 600,000 دينار جزائري ياخذ مبلغ 600,000 دينار جزائري 60 مليون سنتيم شوف 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 انا ما لعبتش كان داخل البواطه مهما كان واش كان داخل البواطه انا خديت هاك ناخذ لا ميم ديسيزيون تاعك نقول لك لا فيريتي اسمح لي انا جان نسكن في باب جراح راني نخدم في روحي وحبيت نخدم بريكولا عودة الواحد ما يطمعك 200 مليون 200 مليون فور ساعه تسال فيهم 100 نفهموا مليح ندي 60 مليون خويا لا 30 مليح ديماري 30 ديماري ديماري واحد بصح مازال هاي تسنى فيك 23 بواط بصح لا 23 بواط الحلاوه والبنه تاعها ويقتاه وقتاه كيف فواد كي نعرفوا واش كاين في لابواط تاع حسن هاي لك الحلاوه تاعها كي تعرف واش كاين في لابواط تاع حسن تما تفهم واش كاين في لابواط تاعك الور تما تقدر تاخذ من العرج واحد اخر صافي دير وي بور لو مومون ناخذ هاد لا ديسيزيون نقول لك علاش ما حبيتش نفتحوا برك تفضل
خاطرش مريم كان عندها نيميرو صغير وامين نيميرو صغير وشهرزاد نيميرو صغير وخادر نيميرو صغير. شو الخمسه يجوا انا على هذيك لي انا دقيقه نهضر مع الدكتور ديقه تاعنا. خويا حسين فكروا في نهار لي طاحت 500 400 300 ديك دم هذه ما ديرش هذا الحساب. ايه شغل توسوسك شويه حبيبنا المحضر القضايا في وقت ما يحب ما عندوش وما عندوش الحسابات المحضر راه يخدم في خدمته. افتح شوف ليها. اسمع محمد واش 60 مليون ماشي دراهم هايله كاع. الله يبارك الله. اسمع انا نهضر معاك ولا ما عجبكش اعطيهم لي اخويا. لا لا هايله تمت هايله شبيك هكذا تمت. لا سيدي احسن واش قلت لي عنده مبلغ صغير كبير كبير خو كبير. سفيان اسمعني مليح خديت لهم ميلا ديسيزيون في حياتك. مبروك عليك 60 مليون سنتيم جبناها. اسمعني من رمضان انا قديم نعرف فيها العقليه. حبيت برك باش تسمى زيد دحو زيد يطلعنا لونيا مليح. حبيت برك باش تسمى نشفاو شويه برك خاطر هو يشفى فينا. حبيت نشفى في البنكي يا لي ماكس عيط دوكا باش نقول لك خويا حبيبنا سفيان ملياسما مبات جراح يا وشري عليك بواطه تاع الفراك ب 60 مليون. ابعد شيخ ابعد. لافين تروازيام بواط كي العاده نعاودو نحطوها مهما كانت النتيجه الفوق ولا لتحت. حنا هذه لوبسيون جديده اللي درناها في ليميسيون تاعنا لهذا الموسم. لوبسيون جديده هذه لاخ سفيان راهي تحت التصرف تاعك بحيث ما يتصل بك البنك ما والو ما ناس سامعين به. حنا شرينا عليه بواطه تاع الفراك 60 مليون اليوم يرقد بالباراسيتامول باش ما نقولكش باللوزينو ويا ربي هذه يقولها لك. تزيد لي هذه اذا كان ممكن وعندك فرصه باش تولي 60 تولي 120 تقدر تانيك تولي 30 تقدر تولي 61 تقدر تولي 0 كات اوبسيون اون بواط كل خطره مسيو لويسي واش يحط دوك انت هل تزيد تمشي تدي ولا تخلي لافين تروازيام الجواب عندك. هل تزيد تواصل مغامره ولا تكتفي مادام ما ريسكيتش مع الاخر ماشي ريسكي دوكا طري لوجيك طري لوجيك طري لوجيك. ايوه ان شاء الله لا ايوه 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 من العاصمة مبروك عليك مبلغ 600,000 دينار جزائري تقتسمه بياسر مع صاحب الأسامات في ظل اسمه على الصورة كان في نهار ونهار اليوم مبروك عليه. انتم قاعدوا تواصلوا معنا وتابعونا يوميا قد تشوفوا نتلاقى بكم غدا إن شاء الله. سلام. الأخ سفيان العاصمة يخلي العرض تاع البنك يطلب منه تغيير العلبة ويوصل لازم تحدوك دو بواط هكذا وانتم تراسلوا واتصلوا معنا في 6606 66 0 16 باش تدوا نصف المبلغ اللي ممكن نلقاوه في العلبه تاع الاخ سفيان منا الى غايه نهايه الحساب. تفضل. اسمع نروح عند اسمع باش نفروا لافير. نفروا لافير. نفروا لافير. دوك مادام ما بدلناش السعوديه. على اسمع باش نفروا لافير باقي دو بواط. حنا مادا بينا دوكا اسمع كنفتحوا لابواط نلقاو 25 ميل دينار. روعه.
خمس ملايين ربعة يعني داكو لخرين تبان لك انت راح تحل دو بواط هنا ماشي ان بواط صحيح الله يلقاو الفرق ان شاء الله القوة تبارك بارك الله فيك جار في الحومة في السيكتور يسكنوا في حومة يا حي ان شاء الله يربح عليك بيت حومة ان شاء الله ان شاء الله ها يا سيدي شو صغيرة برك واش الحومة كيفها حومة يديش الحومة واش هاي صافا لا الحومة واش محومة بصح باجراح 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 سيكتور واحد ليبي باجراح بصح انت لا احنا انا لي بالمي بصح باجراح لي اسمه ايه وكل واحد كيف صارف صارف والناد مساكن ما ياكلوش الخبز معاك كاين لا هنا اما راحوا قولوا له بلي باجراح ولي اسمهم ناس ملاحه بعد كاتا بدمل مليحه زيد لي واحده شديما زيد لي واحده او تسعوا لك ما نقيسوش ال 200 برك ما نقيسوش ال 200 برك يا 17 يا 13 مهدي يا حسن يا مهدي مهدي مهدي, مهدي. خليها مهدي جبت شو هكذا ايه زهر ما عندك ما تدير مهدي زهر مهدي كيما قلت لي اسماء زهر زهر ما راش افتح صديقي افتح سي مهدي خرج له الالبوم قال لك مهدي خلاص دار له الالبوم اسمع كوبي وقع كوبي وقع بصح وشنو هي انا عندي لا فورس كي كوبي نغاردي لو ميم فيزاج حاب يدخل على قمر زهر انتوما عندكم لا فورس زعما كان تلقاو مبلغ شباب يضحك مبلغ غير هكذا كيفاش وين راهو هذا وين مهم تخبى حاضر حبيبي قول لي نعطيك تعذب شكون راح يروح شوف معايا شوف معايا اولا ناس ملاح دنزل واشنطن تاع ميت ربك والله ناس ملاح مبروك عليك بابا يا راه يا 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 حبك لا يا لا يا 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 احمد وحشي راس بيضا يا يا وي ساكن شو جديد هلا عيط ديجا لا عيط عندك وجه عيط ورف التليفون وفورميت وكذا ليزينيتي عليك هادو على بالك يجي وي اكل سوجي نعم وي واش خصك المفيد شكرا الله العادم وغير هو يدير درع والله العظيم غير هو يدير درع ما يديرش درع في بعض الاحيان لازم انت تكون تمشي معاه اسمع هذه فيها تخميمه ما كانش لابي بصح خلصوا لي الله يرسل شوف لنا واحد اخر ما كانش ما عنديش تحب انا ودحا ودوك نجي ندير وجه لابي هكذا تاع لوم هذه هي خلصوا لنا شوف اصاحبي سيريو شو اون سكونسونت داكور باقي لنا دو بواط وانا بلا ما ناثر عليك رغم انا ما نعرفش شحال داخل البواط بصح تالمون نحب انسان شايف يكون فرحان لو مونطون هذا في قراءه و جو بونس ما زيدش قاعد نسقسيه حسين شوف يداه كان نعطي له المونطون يفهمها في السماء شوف نقول لك غير حاجه واحده البونكي ما تامنوش هذا واش نقول خويا البنك الاخ سفيان خلاص دوك البس الماسك ما تعرفني ما نعرف البنك يقترح عليك هذا الاتصال مبلغ 600 ألف دينار جزائري 60 مليون
60 مليون ما تقلقش، يعرف يلعب يعرف ثاني كي مثلك مبلغ تقرا واحد القرايه ومع الاخر ما كاش هذيك القرايه، تقدر تكون ما ديك القرايه وتقدر تكون دونك. وشنو انا حبيت برك نقولها لك، ودبر راسك مع راسك، ما كان حتى علاقه بين 60 مليون و1000 فرانك، وما كاش علاقه بين 60 مليون و200 مليون، ما كاش علاقه. هو يلعب فليت ساعه يساوم كيما يحب، ويساوم كيما يحب. هو الاج لا لا، هو دير في بالك حاجه سفيان، دائما البنك يعطيك مبلغ واقتراح باش يبعث لك رساله اللي حد يعطيها لك دخلها في مخك. هو مش يخمم دوك لا ريبونس تاعك، هو يخمم يقول لك باش يفهمني هكذا، هذه هي لو بوت تاعك. دونك في بعض الاحيان سي كوم لو سي ان جو سي ان سي يبو بلوفي كوم يبو دير فري، سي سا لا فورس تاعو. وتوجور هو عنده افونتاج علينا انا وياك وعلينا كاع، خاطش هو غير واعي على باله. بصح حنا واش نديرو؟ حنا جينا نلعبو، وكي جينا نلعبو نقدروا نربحوا نقدروا نخسروا، ونقدروا نكونوا ناس عقلانيين ونقدروا نكونوا ناس هبال. نقدروا نربحوا نقدروا ما نربحوش. الاخ سالم كان انسان هبال بالعاصمه اليسمى، دا 26 مليون بصح بيناتنا راح الهبال تاع الهبال صح. والاخت ساسيه من عنابه خدمت بالعقلانيه، تي فوا سي سي شاك ايميسيون كيفاش يمشي معاك. هو دوك يفهم عقليتك يشوف هكذا يقول لك انا نعطي لك هذا المبلغ باش يبعث لك رساله، 60 مليون ولا 1000 فرانك ولا 200 مليون، شوف انت. مو باينه شايفه، خمم بعقلك. انت الوحيد اللي تاخذ القرار على البركه. لا غالب لا غالب صوفيان يدي مبلغ يا خفيفة. فيفا 50 ألف بايس 500 دينار صحيح تجارتك بريميير ديريت صحة دحو صحة. واخيرا تصنع عورة ان شاء الله. خلص بعد خمسة في عينك سنة، خمسة في عينك خلوا لك خلوا ثلاثة غير منها، خمسة في عينك غير الخير. شو كل ما تشوفهاش كيفاش تبدا كيفاش تخلص. يعطيك الصحة. ايوه نعم يا خويا. يا سلام تخدم مونوبري انت، يخدم مونوبري. انا شكيت بالصرف يخدم مونوبري. استغل هادي ما تلقاهاش هادي على الباتيسري ما تلقاهاش. الاخ سفيان ثالث اتصال تاع البنك يعطيك عرض مالي. الاخ سفيان البنك يقترح عليك مبلغ هسه باش ما نبحروش هذا نكتبوه هنا 99999 10 ملايين 1000 دينار تولي 10 ملايين 99999 دينار. اها اشرب مياه نزيد لك الماء. لا لا شرب اه مازال مازال بس راح تشرب شيخ. لا 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 تشرب شيخ مش عارف اكثر مني نهضر انا. 99000 بلاقل 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 ما تديريش انا كيما البارح كنا نهضر مع الاساسيه هي الكور تاعها كان هنا بصح هي مخها كان اير. دونك بعقلك اون سو كونسونتر على بالي بلي لا مبلغ مليان وعلى بالي بلي بقى. لا لا انا راح ندير لك راه فال انا خدمتي نعاود نقول لك برك ما قلتلكش انا تدي ولا تخلي حبيت برك معليش نعاودو نتفكروا على بالنا بلي بقات 500 300 200 دي مليون قولوا لا لا على بالنا بصح انت عاود ندخل على في مخك بك وخلاص هذا ما كان صح. ما طولوا انا ربحين ايه انا ربحينهم في اليوم خلي ولا خلي الخلي وواصل سيدي تعطوا كلي واعرة ايوا دبر راسك ما تعطونا نتوما تواصلوا معنا برسالة قصيرة لو 66 06 باش تدو نصف المبلغ اللي ممكن يكون هنا في العلبة تاع الأخ سفيان اللي راكم تعلي حتى الآن منا لهذه القصة. افتح لي تدعو له هاي ثلاثة مريم مريومة ولاية مستغانم رقم 12 الأخت مريومة رقم 12 رقم 12 رقم 12 رقم 12
يا بابا ما عليك مجابة خمي اصلاح مورا 50 مليون وقيل بدي دخلنا لوطوروت خلصنا دقيقه راح ندخلوا في لوطوروت صعبك في لوطوروت تقدر تمشي 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 باش ما تبحرش كاين ديفياسيون اخرج نقدر واه اللي بقاو عليه الله اللي بقاو عليه قالوا لك 3 بواط لي شويه الاخرين من اضعف علبه هي 2500 والاخ البنك اقترح عليك 99999 10 ملايين هاي روح بابا نروحوا لعلي علي حبيبنا من الميليا رقم 3 ما كانش حبه علي بصح الله غالي علي على كل حال حقه من داك يحكمني هكذا في الاستوديو يقول لي مادا بيا ما يجيش يقول لي انا علاه عنده غير تاقيل خويا بي 21 تاقيل يخدم غير لي اركول بي 21 ودا علي له مره في حياتك رمي علينا 500 500 سيدي ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب سينو مرحبا بها 500 يسلم لك على راسك اكب عين سلم عليه في بلاصتي سلم عليه في بلاصتي سلم عليه في بلاصتي على بالك سيرار يجبد 500 والله تحيا غير صوروا سيرار يجبد 500 غير صوروا هذا غير صوروا زيد لي زوج وحده زيدوا لي وحده انا غلط وحده زيد وحده انا اللي غلط مين داك تنسى انا فليتش كنت انا فليتش يعني. شكون 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 نحو خولها يا الله غير نحو خولها والله غير نحو خولها فاتي بريخه والله خولة. نحوها نحوها من الطريق نحوها من الحساب بخير بخير خولة بونشور بونشور اصلا خولة ما تقلقيش برك لا قلبك شنو هذا اني خايف طاكي لا دخل في حساباتك خدام خدام خويا خدام الله 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 حبيبنا سفيان بعد ما حلينا السلسله مليح محترمه تاع ثالث علم الاخ البنكي صديق البرنامج اللي راه يتصارع مع المتنافس ونضنا اليوم انت هو سفيان اعطاك مبلغ 180 الف دينار جزائري 18 مليون القراءه نقدروا نديروها تقدر تقول شغل دوبلاها شغل دوبلاها قريب دوبلاها كارلا نحاوليه من النار حيت قاتلك انت 1000 راك بصح 18 مليون تاعو كان 4 بواط فوقها وكان 3 بواط تحتها صح صح هذا ما كان 18 مليون دراهم بصح خويا باقي لنا 200 300 500 25 مليون مشنو ما دابينا كانت تحل انت سيري دو تروا ولا قدر الله حليت 200 300 500 تقدر تصرا كي تولي تشوف 25 تقدر حليت 1000 راك 2 مليون و 200 و 5 ملايين هذيك وانا دخلنا في الوعر دخلنا في لوطوروت تاع الالمان تاع 6 سي فوا انا ملاح هاي يا سيدي هدي ولا خلي 1 2 3 خلي الاخ سفيان يخلي العرض اللي قدموا له البنك ب 180 الف دينار جزائري راح يفتح دوكا سلسله تاع تاع علم وانتم تواصلوا معنا بعثوا لنا رساله قصيره ل 76 06 06 016 تسدوا نصف المبلغ اللي ممكن نلقاوه في العلبه تاع الاخ
سفيان منا لغايه هذه الحيطه تاعنا. ها يا سوسو يا راجل الاخر ثلاثه ماذا بك ثلاثه ما تمشيناش هذوك تاعك هذو ثلاثه واعرين على ثلاثه الاخرين هذو من ثلاثه الواعرين صح ها يا سوسو رقم اربعة وسام قمر زمان وسام كي دخلنا غادي كان خرج مثلا حبيبنا لطفي طبيب حبيبنا مهدي بزيدار وحبيبنا حسن هذا واش كاين؟ تحت حد ثم النص بحال النيميرو اللي ما كنتش قاعد حاب النص اللي ما كنتش قاعد حاب نحلو لطفي على ما كنتش حاب هكذاك من الاول قلت ما نحلوش لطفي ومن بعد صاي مالك قالك ما دي جي قالك انا مانيش حاب نحل لابواط دقيقه نسكتو نفهمو حاب تشوف الموسيقى لطفي علاش قالك مانيش حاب نفتحها ما فهمش ما يخافو بورتون حبيبنا لطفي ناس ملاح لا لا ناس ملاح هو برك شو يقدرش يخرج لنا 500 امبوسيبل هو كان زعما يخرج لنا دوك 500 يا قد راه يديرها نوضونا وياك بالكراسه ندورو عليه لطفي ما تقولش يخرج 500 عليك ما تخلعنيش في اخير ان شاء الله ان شاء الله خصوصا حنا البيبليك قال حينوض صح لطفي ما تخلعنيش خويا في اخير خويا سفيان يستاهل ان شاء الله ان شاء الله يسترك افتح دكتور تشو بون شونس ناسملاح دكتور انا نقول لكم ناسملاح دكتور هذيك هي اللي ما كنتش عندها قالت جيب الكراسه جيب تاع برا واش خويا علاش لا؟ شنو درنا لك؟ ما خليش 25 مليون هاي يا سيدي واش نكملوا؟ هاي يا سيدي خلي لي 200 و 300 سوسو ان شاء الله لازم تحل دو بواط دو بواط سيغ سيغ 6 سيغ 6 لازم يكونوا في الكوطا اللي انا حابينه حنا يلا ماشي حسابات انا نفتحه برك قمر زمان هو مع لطفي مثلا والله ما على بالنا كاع هو ما على بالناش حنا ما على بالناش نفتحه برك قمر زمان والله ما عظيم ما على بالي حتى شفت هذا فيه قمر زمان نيميرو كا نيميرو 6 نيميرو 6 نيميرو 6 الاخ قمر زمان ها يا سيدي 250000 خير بيناتنا انتو تشيش الحمورة برك لا خير ما انتو تشيش الحمورة راح بجسم زيد لي واحدة زيد لي واحدة زيد لي واحدة اخويا اوموا 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 في الوحدة هادية 5 ملايين الف راك 2 مليون ودمي نحي امنا نحي لها واحدة من هادوما علاه عباك علاه مش كي عيطت تكون شوية تكون بس هو داني ابل عطاك 18 مليون اوموا تعرف كيفاش تنقوسي معه ها يا روح اخ مهدي اخ حسن الاخت اسماء الاخت وسام اربعة كات بوات ملي كات بوات لازم تخير واحدة واحدة 80 ان شاء الله نيفيتي ولي مونطون كبار واحدة ماذا بيك هذوك ثلاثة كاع قيسهم وي بعقلك فيستيان لازاغ والله نحلو وسام وسام؟ اه ها روح بوغا احنا ماذا بينا كنطيحوا في الفراك 2 مليون 5 ملايين لا شتات 5 ملايين لا شتات 5 ملايين او تاعك تمشى هذا العاده هذه تاع ليكم دي ضايع غلط تشحل ويغلط يا دقيقه سنان نعطيك تشوف يلا حبيتي تشوفي قلت لك قلت لك لا غالب هباك بلي كان زعما حليت كاع لي بواط وطحنا 25 ميل ولا 50 ميل ولا 1000 فراك هباك يواكي ودوكا ويعيط فرحان لا لا عطاك 18 راح ينقص يكون راح يطلع لك اوفيسيال لا لا ما فهمتنيش شنو قلت كان حلينا احنا 25 ميل 50 ميل 1000 فراك يكون رانا في 32 مليون يبقاو 200 30 لا شايف كيفاش؟ لا انا ما فهمتش هذا وي بي بي ولا بروبليم جي بي ما عندي دوكا بقاو لنا مبلغ تاع 200 مليون سنتيم مبلغ تاع 25000 دينار تاع 50000 دينار مبلغ تاع 1000 فراك
يا تولك شاح يكون العرض تاع البنك. الو نعم اكتب بيبي. الله يعيب عليك يا اخي. شي ظهر وانا قاعد واقف غير الالفا ابدا وش جابني. لا سفيان في المرحله هذه انا نفضل مش انا هو نعطيك العرض تاع البنك ومن بعد نخليك تخمم باش نروح الومضاي شهريه. معليش خير باسكو فيها تخميمه، هذه فيها تخميمه كما لازم الحال. البنك لا سفيان يقترح عليك تغيير العلبه. نروحوا الفاصل، نروحوا الفاصل، نروحوا نجروا، نروحوا لعيطون الفاصل، الراحة الراحة. إذا أنتم تواصلوا معنا وبعثوا لنا رسالة قصيرة 0306 باش تدوا نصف المبلغ ممكن يتحصل عليه الأخ سفيان. نتلاقوا بكم بعد هذا، خلونا نعطوا بتخميمة. هي بتاعتي ونخلي اللي سهرتنا رفقة الأخ سفيان من العاصمة مناصر اتحاد العاصمة بأن واحد عامنا إن شاء الله. والأخ سفيان نهى اليوم كان مر مرحلة صعبة ودوك رانا بقوناها أربع علب. في أربع علب كان وحدة محترمة طوب اللي هي 200 مليون والأخرين متواضعين 50,000 25,000 والأخيرة اللي هي ب 10 دينار. تلقيت عدة عروض. أكبر عرض مالي كان ب 180 ألف دينار جزائري. كل عروض ترفضهم 99 مقبل 99 وكذا. وتواصلت وكان منطقي حيث كان باقي لك وشنو؟ لي 3 ديانيير باس كيف تحتهم قلبوا كاع من الماتش، الماتش كاع تقلب. دوكا هذاك البونكي تاعنا انسان يحب يلعب على الاعصاب تاع الانسان، يحب يلعب على الاعصاب باش يزيد يخليك فوق الاعصاب. قال لك دوكا انا ما نعطيكش دراهم. هاكا نشوف تبدل ولا ما تبدلش. هذه الحكايه. هذه اللي واعره. هذه الحكايه. بالك 200 مليون هنا. بالك 200 مليون راهي عند اسماء. بالك راهي عند حسن، بالك راهي عند مهدي. بالك صافي دير مالك كي تبدل قول لي باش نبدل. كوم تانيك انا نحب نبدل مي بالصح. ممكن تحب تبدل وعلاش راك حاب تبدل؟ هضر مع روحك هذه الهضره اللي انا نديك لي انا ومخك. عباك اش ما راحش نبدل علاه ما راحش نبدل. خاطر شغل واش كاين اختيارات اللي بقاو ابار ال 200 اللي بقاو لك 5 ملايين 25 دينار و1000 فرانك. اوكي تسمى على جال هذوك ثلاثة ما نقدرش لازم تخليها هذيك. واش كتب لها ربي هذيك هي؟ 1 2 3 يخلي 22 علبة بما نعرفين. هو صراع دائم منذ بداية الحصة إلى غاية نهايتها مع لو بونكي. أوني بيان داكور سي كلير سي بريسي وحنا نتمنى لكم حظ سعيد من الآن. الحصة هذه من بدايتها نهايتها هي الأخرى راهي تحت الكابيتان دبور. احنا رانا غير نتبعوا برك. استاذ خير الدين واش راك لاباس؟ مساء الخير. مساء النور واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. نعاود نذكروا بان المبالغ الماليه اللي موزعه في العلب احنا اللي قمنا بتوزيعها وحنا اللي قمنا بغلق العلب هذه وعندنا نسخه وثيقه تحمل كامل الارقام المبالغ والارقام العلب محفوظه عندنا هنايا داخل ظرف مختوم وفيه الدمغه تاعنا. بارك الله فيك. شكرا لك. ومحضر قضائي اخر متواجد في قاعه البث تاع قناه الشروق بحيث هو اللي راهو ياخذ اسم تاع لو غانيون تاع الاس ام اس باش يكونوا متفاهمين. هاي بون كوراج اورديناتور. شكون نستقبلوا؟ شكون نوفو فينينا اليوم؟ اهلا الاخت سيهام واش راكي صابه لاباس؟ كاستينغ برج بوريليش. ها يا سيدي ها برج بوريليش لاول مره الولايه تاع برج بوريليش. الاخت سيهام واش ديري انت يا الاخت سيهام؟ انا متحصل على شويه ليسونس اعلام واتصال حاليا وشوماج. الله يبارك صافي بليزير غير في بلادنا هذه. عباك متحصل على الدكتور ودي طاب صاني في الدار متحصل على ليسونس صح مسكينه وشوماج. ان شاء الله يا سيدي تلقى فيها منصب ان شاء الله. سهام انت عندك شرفنا اليوم باش ديري عمل ستوب الاورديناتور باش نعرفوا شكون راح يلعب معنا. ممكن تكوني انت. تفضل اورديناتور انطلق وقت ما بغيت. وسهام قولي ستوب وقت ما بغيت. ستوب رقم 9 سفيان من العاصمة. هيا يا سيدي هيا 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 يا سيدي ها هيا يا سيدي ها ها سيهام والأخت طارق الأخ سفيان. حنا نتعرفوا عليه الصورة والصوت تبعوا معنا هذا الفيديو. أنا بعد
مرشحنا اليوم من عشاق اليسمى، جانا من ولاية العاصمة ميزي صوفيان، 26 سنة، اختصاصي صناعة الحلويات، حلم حياته أن يزور السعودية ويفتح محل صنع حلويات خاص به. ما عندوش أغنية يحبها، الطبق اللي يحبه صوفيان هو الشخشوخة، يحب اللون الأزرق، يلبس كلش، وأكثر حاجة يحبها في الجزائر هي كثرة المساجد. صوفيان من العاصمة 26 سنة، الحبيبنا باتيسي عرفنا عليه في عدة حصص، اليوم أونفان جال دالتك رقم 9. انا كان طول شوية حسيت بصح الماركيت بلي دوكا كان ساسية لي دور قدامها، دوك حسين لي دور قدامه يخرج. الله العظيم غير عملت فيه ولا حيخرج سي طاحنا عمال هو بدات وعمال هو الناف نساب لي ومشي الناف. حبيبنا الاخر اللي لعب معنا من اتحاد العاصمة ياسما انت الاخر 25 مليون 26 مليون سقم روحك خويا وقرب لي ميسون راحت هكذا يوم 26 مليون 26 مليون بدات صحيت خويا. حنا تبنا ان شاء الله اليوم تدي مبلغ الاخت سيام العنب البارح داتنا 100 مليون انت ان شاء الله تدينا 400 مليون 500 مليون مليار ما عنديش لا لا خلاص مليار بزاف صح يا سيدي حط سعيد من 500 الى غايه 500 مليون شكارا سيمان هادي شكارا سيمان وشوفوا قرع البن بالجمعه عطناش واش نحكي لك افيك ان بول دو لوبيا وصحن تاع سردين تروح ديركس سي بون سي بون بيان. حنا دو خرجنا بريمير سيري اول سلسله هي تاع ست علب حنا شفت ولاحظت بلي ليميسيون تاع البارح مال الاخت ساسيه اللي يخرج سالك من بريمير سيري يبان له شويه اللعب يبان له شويه ما يبانلوش كلش ما يبان له شويه هي خرجت من بريمير سيري صابا دونك بان لها شويه اللعب ومالوريزمون كانت في العلبه تاعها 400 مليون هي خدات العرض تاع البنك 100 مليون وكانت ممكن تاخذ لا 23 بوات زيت ما ريسكاتش كانت قادر تولي 200 مليون مي بون سي لو هازار راني بيان داكور سوسو ربي معك السلام عليكم ابدا علي افتح لي دوكا السته حسين قلت لك نبدا بك الاخ حسين نبدا بحسين هو قال نبدا بك هاي لا رقم 10 الاخ حسين اول علبه في السلسله تاع سته تاخذ ظبطك ايوه صحيت امين توعنا امين راح سيدي نيميرو لي خير لي نيميرو لي خير لي سيام سيام هاي يا سيدي سيام ماتتنا من البرج قالت لي ليسونس تعاودي فكريني برك ليسونس فاش اعلام واتصال الله يبارك الله يبارك الله يبارك جورناليست ماري الله يبارك الله يبارك سيام تفضلي العلبه تاعك بون شانس يا مليحه نكملوها بصحة خادر شكون؟ عمي خادر هاوي نكملوا بالصحافة نكملوا في عالم الصحافة نروحوا ليه بالعباس رقم 16 الأستاذ خادر رقم 16 تفضل ها يا سيدي لا بالميزون بلاق على البواطة اها خير برك هذا على برك صحيت اي ان اي دو اي تخوا اوي مليحة يسرولي قولت جود بوي فهاد لاسير حمزة يلا حمزة 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 لا 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 معليش لا بريمير ايطاب لا بريمير ايطاب نهضرو معاه معليش يا خلاص يا طبعا حمزة والله غير توحشتك عندي قرار ما حكيتش اما كان يشوفك كل يوم شحال عندي ما هضرتش معاك حتى انا صابو شوية كيبان لاباس راك تعيط للدار بيان سير سي نورمال سي بون
ما نعرف كيفاه كذبت عليهم وجيت انا يا خويا كيفاك جبت قلت لهم اللي صاحبي ديك زعما اني ريفيز اني ريفيز حتى انا ريفيز سبحان الله العظيم اني ريفيز ها يا بابا ان شاء الله فيها خير ان شاء الله هذاك كي كتل الهضره هكذا خفت بيها عليك خفت بيها عليك خصك ما تفتحنا امي لازم نفتحوا خالد لازم نفتحوا خالد لازم صحاب كيف كيف نورمال صبا خالد صبا الحمد لله الحمد لله الحمد لله شيخ 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 غير بالعقل برش افتح ما تخافش وش جات ما عليه 1 2 3 ما عليه مليحه مليحه هاك على بالك شي ما يخفالكش صديقي انه بليده عباك الماتيريال خشين الماتيريال بليده معروفين يعني ها حنوني شوف خويا يطلع لك غير سي لوجيك سي لوجيك مي بون خالد بيني وبينك مليحه السلسله الاولى مليحه 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 نهضروا مع حبيبنا خذ راحتك مساء الخير شكون نتوما لاباس والله واش نقول لك هاي والله حاضر حاضر ها يا سيدي ما قلناش نكتبها بستيلو خاطر هو عنده واحد لي مونطون قول لي سوسو اول اتصال تاع البنك اختار عليك مبلغ مالي هاو عرض عليك وقال مسايمها لك ومسومها لك بجوج ملايين ومية انت ما عرفكش واش فيها هو على بالو واش فيها تارك حليت سيري شابه حنونه فور دوك تتكمل انا كملنا كي تكمل باقي لك 3 بوات باش تكون على بالك هذا ما كان في لا بروميير ايطاب ما نروحوا لابيت مليحه؟ مليحه جامي واحد دا في بروميير سيري باين بلي والله لا يبداو بيا والله لا يبداو بيا الاخ سفيان من العاصمه يرفض عرض البنك ب 21000 دينار جزائري ويواصل اللعب وبالتالي يخلي ويتواصل معنا وانتم تواصلوا معنا تواصلوا في 06 بعثوا لنا رساله قصيره باش تاخذوا نصف المبلغ اللي ممكن يكون في العلبه تاع الاخ سفيان منا الى غايه نهايه الحصه تاعنا ها يا سفيان 3 بوان نروح نشوفوا عبد الرزاق من مشريه عبد الرزاق من مشريه رقم 22 الاخ عبد الرزاق عليكم السلام العلبه تاع عبد الرزاق تقول شكرا ايمان من اروع ما يكون بيبي هاي دوكو وين راح نزارو بداو يصعبوا لي بوات بداو يصعبوا لي بوات بداو يصعبوا لي نحيت لي شكاره سيمان ونحيت لنا خلع البن رانا فور هاي هايلة هاي يا بابا هاي رابحة رابحة مربوحة ان شاء الله من بجاية اخت رابحة مساء الخير ميجا هاي رابحة هاي اي ان اي دو اي تخوا يس هيا سوسو هيا هيا سوسو شوف لي عمي قمر الزمان بلا ما يغني شكون فيهم قمر الزمان؟ عمي قمر الزمان بلا ما يغني بيبنا قمر الزمان عباك قتلته بالعقل فارن ويليامز عيط لي دوك في التليفون قال لي واش بيه السيد؟ واش راك قمر الزمان؟ والله غير الحمد لله يا لاباس الحمد لله اش ما تقولش يعني سيدك بالصحافه الله يصلحك صبا صافي خاطر شباك ما انت انت كيقولوا لي روح القمر زمان لازم نحبس الغناء نهضروا كيف كيف وما نجوا رايحين نورمال نورمال ما تنسناش انت انت في الخدمه في الخدمه قلت لي خدم اطار في اوبيتال في الباراميديكال صحيت في الباراميديكال عباك في ورقله وش هما نقولوا جينيرالمون لي مالادي اللي يقدروا يجوا بزاف مثلا فونتصاب لي زازماتيك مساكن يعانيو مازال اكزومبل يعني فونتصاب لي زازماتيك بون لا بيريود نتاع السخانه يجوا لي بيكور دو سكوربيون لي بيكور دو سكوربيون لي بيرسون اجي الناس مسنين يعانيو شويه ثاني لي بيبي ثانيك سكوربيون اي وي صح باسكو كاين دي زون كاع مازال دي زون هكذا لازم دون لي ميديا تعطيهم اه وي لازم اه كاش خلاص وانت كش ما صارت لك بروبليم مع سكوربيون ولا لا 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 انا الحمد لله الحمد لله سكسي خبرت انا تعني بابا بالخير شايف تا سكوربيون عاد قمر الزمان ما كاش منها
جاش بكاش من القمر يحك القمر يعاود يولي ايوا ما يقدرش يطلع وين يطلع القمر واش باه ما نعرفش ولا هاي سفيان بون شانس ان شاء الله خفيفه تفضل ويا سفيان بون شانس ما ليش ليه شو شو سي نورمال كنا نحكوا عليه سكوربيون سي نورمال جاب ما غناش سكوربيون ب 400 يشفع لي عافي ما غنيناش هضرنا سكوربيون هضرنا برك هضرنا برك هضرنا برك واش تقول ولا حلينا تروا بواط كشي يجوز الوقت تم تما صحيح قال لك حساب 400 مليون عرف بلي سكوربيون هو اللي بدات وقرص ومات قال نعطيك العرض دوكا ولا خليك تخمم ولا ما خليكش تخمم وندير لا فيه باش باش من بعد نخمم باش من بعد تخمم باش من بعد نخمم نعطيه مولا بيب هاي خلوها مولا هاي نتلاقاو بكم انتم بعد الفاصل اذا سمحتم تواصلوا معنا بعثوا لنا رساله قصيره نتواصلوا 606 الاخ سفيان من العاصمه راه بحال اللي حد الان 9 ولب صابا لاباس لاباس ثاني اتصال تاع البنك اقترح عليه شوفوا معايا هذه بعد هذا مرحبا بكم على في الجزء الثاني تاع الدولة خلي اللي صارت لنا اليوم على قناة شروق تي في الاخ سفيان من العاصمة هو اللي مر بالمرحلة الأولى تاع اوفرتور دو سي بواط لطر الدوزيام سيري السلسلة الثانية بالنسبة لفتح تلت علب قام بها خسرنا وضيعنا من خلال كامل التسع العلب لحد الآن مبلغين محترمين جدا أنه مبلغ 400 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم أليس كذلك سوسو ومباشرة بعد هذا عرفنا بلي تانيك حليت دي بواط محترمين من القائمة اللي احنا ما نحبوهاش كامل وما تحبهاش حتى تاني تاني الكتيبة تاني اتصال تاع البنك قال لك نقعد أنا في المبلغ تاعي جملين و100 زوج ملايين نعاود نقولها لك زوج ملايين و100 هذه دارها انا مع ساسيه كيف كيف عطانا 22 مليون دو فوا نخليه ان شاء الله ادي ولا تخلي؟ نخلي 1 2 3 الاخ يخلي يخلي انتو ما تاني ما تخيلوش وقعدوا معنا وتابعوا الحصه منا لغايه نهايتها وبعثوا لنا رساله قصيره 60 باش تدوا نصف المبلغ اللي ممكن نلقاوه في العلبه تاع الاخ سفيان منا لغايه نهايه الحصه تاعنا سوسو ثلاث علب هاي روح سيليا 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 تيزي وزو رقم ثلاثة لوغ سيليا رقم ثلاثة لوغ سيليا ياس رونالدو زكريا نروح رقم 19 سيفر دي مدريد انا لازم نجيبه 19 الاخ زكريا من قسنطينة وينما اليوم راهو رقم 19 زكريا من قسنطينة خفيفة ولا ثقيلة زكي هو كي خمم هكذا بلي ثقيلة مليحة أنا شكرت مليحة 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 هايلة ولا غير هايلة ولا غير مليحة هادي راهي مابا بريما مابا بريما تاع ماتش هاي نورمال هاي 10 مليون هاي 10 مليون زيد لنا وحدة فات وحدة زيد لنا وحدة زيد لنا وحدة نعاودو ندورو للزروقة ما نقولوش لا لا شوفوا شهرزاد نروحو لشهرزاد رقم 15 صافا شهرزاد مليحة الحمد لله خفيفة ولا ثقيلة؟ خفيفة إن شاء الله خفيفة؟ خفيفة؟ إن شاء الله